السلام عليكم عزيزاتي متتبعي قناة ترموميكس باي فضيلة. اليوم ان شاء الله غادي نوجدو واحد الوجبة اللي سريعة كتوجد في الدقائق الأخيرة، كتصلح للغدا او للعشاء، خفيفة وموادها بسيطة وفي المتناول. اللي غادي نحتاجوه في المكونات، عندنا صدر ديال لاداند، او لا نقدروا نديروا لاستيك ديال اللحم، ده اختياري، ونقدروا نديروا حتى الشرائح ديال السمك. عندنا الملحه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، عندنا هذه لوين صوص كتجي زوينه يا البنات في هاد بحال هاد لي بلا، كتصلح بزاف. الا ما كانش نقدروا نديروا لا موطارد. عندنا الخل، وهنا راني ما حطيتش واحد العلبه ديال لا كريم فريش وعلبه ديال لي شامبينيون. اول حاجه غادي نديروها هي ناخذوا هاد الصدر ونديرو هكا واحد بلاستيكه، نسكوها عليه وناخذوا شي حاجه ونحاولوا نضربوا هكا بهذه الطريقه. راه دغيا اللحم كيطيب، سواء ديال اللحم اولا ديال لادان، بجوج بيهم. كيف كتشوفوا راه كترجع رقيقه وكتكبر. نعاود واحد اخر، ها هي. من بعد ما قديت لاستيك ديالي غادي ناخذ شويه الملحه، غير واحد شويه لان هذيك لاصوص راها مالحه. ناخذ البزار، ناخذ شويه، ونسيت ما قلت لكمش عندنا الثومه غبره حتى هي، وهاد لاصوص غادي ناخذ منها معلقه ونص صغيره. انا عندي لا كونتيتي ديال لاستيك قليله بزاف، عندي ديال دو بيرسون، دونك عندي 4 ستيك اللي درتهم. وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الخل، وندير واحد شويه ديال البودره ديال الثوم، غير واحد شويه باش يعطي لوكو. وبالنسبه للبودره ديال الثوم راها كتبرد الا خديتو هذه، مازال ندير لكم الثوم اللي يابسه في البيت الا خديتو هاد القرعه هذه. دائما هذا ما تحيدوش، ومنين تستعملوها رجعوه هكا وسدو، لان هي كي كتبرد لداخل كتنشف، ما تبقاش هكا حبيبات. اذا كيف كتشوفوا غنخلط هذا الشيء كامل، وغادي نرقد هاد لاستيك. هادي هاد لاصوص فيها لوغو ديال جنجلان، اللي عنده زيت جنجلان، انا راه عندي صراحه ولكن ما غاديش نستعملها لان هاد لاصوص فيها لوغو ديال الزيت ديال جنجلان. غادي نخليهم يترقدوا واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق ولا اللي بغيتو، وممكن ما ترقدوهمش ماشي مشكل. هنا في هاد المرحله هادي تقدروا ديروا لا شابلوغ العاديه او لا شابلوغ شينواز، غير هي الا كنا غادي نقليوهم بلا شابلوغ غادي في هذه المرحله نضيف بيضه. انا لا، انا غادي نقليهم هكا لان في الاخر غادي ندير اون صوص بلونش بالشامبينيون، والا درت هذا الا زدت عليه شي اضافه غادي تبقى لي في المقله، وانا غراضي بهذا لو سوك ديال هاد الخلطه يبقى لي في المقله. ها نتوما غتشوفوا كيف كتشوفوا هنا درت الزيت، غير شويه ديال الزيت ماشي بزاف، وغادي نحط نقص العافيه، وغادي نحط هاد لي سكالوب ديالنا يتقلاو على نار مهيله، وغير شويه ديال الزيت ماشي بزاف.
ومليت كلاو نحيدوهم وحاجتنا ديك الزيت اللي كاينه. كما قلت لكم لادند غادي نحمروها مزيان. دابا غادي ناخذ شامبينيون حك ديال الشامبينيون نضيفوه عليه وغادي ناخذ لا كريم فريش. انا غادي نستعمل هادي تاع البصل وغادي نضيفو واحد النص ديال الحك وغادي نحركو ونقصو عليها العافية ونخليوها تتجان ونوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو التقديم النهائي ديال الطبق ديالنا اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. راه ما فيش حتى ربع ساعة ديال الخدمة. انا رافقتو بشوية ديال الروز اللي مسلوق غير مسلوق بالماء والملح، درتو انا في تيرموميكس سلقته، شويه ديال الخيزو شويه ديال الخيار واحد شويه ديال المطيشه، وتبقى المرافقه نتوما اختياريه على حسابكم نتوما. يلا السلام عليكم، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده، ودعمونا بلايك وبالاشتراك ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.